متابعين بصباحنا على اليوم، ووصلنا إلى فقرتنا يلي بتخص المرور، حيث يعتبر مرفق المرور بخدماته الكبيرة من الدعامات الأساسية لتطور أي مجتمع وتقدمه وازدهاره، وهو عنوان ومقياس لحضارته. وسوء استخدام هذا المرفق يشكل نزيفا بشريا وماديا مستمرا وهدرا للطاقات والإمكانيات لا مبرر لهما إلا الرعونة والطيش والاستهتار واللامبالاة. ومن أجل ذلك قامت وزارة الداخلية بحملة توعوية مرورية، رح نحكي عنها أكثر اليوم مع العميد جهاد السعدي، مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية. صباح الخير سيادة العميد، وأهلا صباح وسهلا النور. فيك. صباح النور، أهلا وسهلا. يسعد صباحك سيادة العميد. يمكن الحملة التوعوية هي من أهم، خلينا نقول، النقاط أو المحور اللي احنا رح نحكي عنه. بداية السؤال الأول، الواقع المروري الحالي، ما هو واقعنا المروري الحالي؟ المقدمة أنه يطبق في سوريا حاليا القانون رقم 31 لعام 2004، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008، حيث درسنا آنذاك الظروف التي يعيشها القطر ومدى التطور التقني والعلمي والاجتماعي والاقتصادي الحاصل في القطر، ودرسنا أيضا أكثر قوانين العالم من الإمارات حتى مصر والأردن وفرنسا، ووضعنا قانونا حديثا وعصريا عام 2012. ولكن الآن وصلنا إلى نقطة ندرس من خلالها أيضا تعديل هذا القانون. فقد مضى على ذلك التعديل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 12 عاما، والآن تقوم اللجنة المختصة والتي تضم وزارات الداخلية والنقل والعدل بدراسة قانون جديد. نحن من عام 2008 حتى عام 2011 كان هناك تطورا جيدا، وكان هناك تطبيقا رائعا للقانون، حيث خفت أعداد الحوادث، وأيضا أصبح هناك التزاما جيدا بقانون السير، ولاحظناه هذا خلال الثلاث سنوات من عام 2008 وحتى عام 2011، ولاحظنا التزاما بموضوع السرعة الزائدة بواسطة الرادارات المحمولة والرادارات المركبة على السيارات، والتي انتشرت أيضا على شبكة الطرق المركزية التي تربط بين المحافظات. ولاحظنا أن هناك مرورا آمنا أصبح يسير فعلا في شوارعنا، وأصبح هناك قانونا نحترمه ونطبقه. ولكن في عام 2011 أرخت الحرب ظلالها القاسية طبعا على القطب العربي السوري، ودمر الإرهاب ما دمر من المنظومة المرورية، وأصبح هناك طبعا لزاما لتعديل القانون الذي نحن الآن في مراحله الأخيرة، حيث ندرس الآن تعديل هذا القانون. نستطيع القول أن واقعنا المروري الحالي، نستطيع القول أن هذا الواقع الآن يجب فعلا تطويره، ولكن لا ننسى أن الحرب دمرت أغلب عناصر المنظومة المرورية، والتي هي الإنسان والطريق والمركبة، وأرخت بظلالها القاسي فعلا على هذه المنظومة التي الآن تستعد وتسير في طريق التعافي. وعلى رأس ذلك القانون طبعا الذي وصلنا فيه إلى مراحله الأخيرة، والذي بإذن الله سيرى النور قريبا. نعم، خلينا نحكي سيادة العميد، يمكن حكينا أنه خلال الحرب يمكن صار في كثير من الدمار والمشاكل وتسكير الطرقات، بعض الطرقات، ومخالفات عديدة بالسير بسبب عدم معرفة بعض الطرقات. وأيضا بالفترة القادمة كان في ترميمات، هلأ عم نشهد يمكن ترميمات على المتحلق الجنوبي. خلينا اليوم نحكي نحن كيف منطور قوانين السير، كيف يمكن يعني بتكون ملائمة أكثر مع الوضع المعيشي اللي عم يعيشه المواطنين. نحن الآن رصدنا في القانون الجديد الذي سيصدر، وانتهينا طبعا من دراسته، وسوف يرسل إلى المراجع المختصة طبعا لتنقيحه ودراسته ثانيا ومن ثم إقراره. رصدنا في هذا القانون موضوع إجازات السوق،
نعم. التي سوف نحد من فئاتها، وبالتالي نعطي المواطن فرصة ثمينة في سبيل الحصول عليها. أيضا رصدنا موضوع التأمين الإلزامي الذي يخص أيضا المركبات، وأعطينا المواطن فرصة فعلا جيدة في سبيل التأمين وفي سبيل الوصول إلى إجراءات صحيحة وحقيقية تخفف الأعباء على هذا المواطن. أيضا رصدنا في هذا القانون موضوع المخالفات، وعلى رأسها السرعات الزائدة التي يجب فعلا أن نزيد من قيمها ومن هذه المخالفات حتى نستطيع الوصول إلى ما يسمى بالردع المروري. نعم. الذي يحقق قلة وانخفاض في عدد الحوادث المرورية، فلا بد من تحقيق الردع لدى السائقين المتهورين حتى نستطيع التخفيف طبعا من الحوادث المرورية وبالتالي من الخسائر المادية والبشرية وما أكثرها. القانون سيكون قانونا بإذن الله جيدا، يراعي مصالح السائقين، يراعي أيضا موضوع إجازات السوق، ويراعي بالتالي موضوع الحد من الحوادث المرورية، ويشكل ردعا للمخالفين المتهورين الذين قد يكونون السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية. سيادة العميد، أغلب المشاكل عم نشوفها بسبب الدراجات النارية. نعم. المتهورة. صحيح. يلي يمكن في جنون بسواقة الدراجات النارية. في دراسات شيء أنه يكون في لها مسارات خاصة، في مخالفات عليها، يعني دائما السيارة هي اللي بتاكلها، لأنه مثل ما بنعرف أنه السيارة هي أكبر من الميتور، فدائما سائق السيارة هو اللي بياكل العقوبات إذا لا سمح الله صار أي حادث. ولكن عم نشوف انتشار الدراجات النارية بشكل عن جد جنوني، وصار فوق تحمل المواطن. خلينا نحكي بهذا السياق شو بدنا نعمل. سؤال جيد جدا وفي محله. الظروف التي طرأت على البلد في العشر سنوات الماضية وأدى إلى نقص في موضوع المنظومة المرورية في المركبات وفي والخراب والدمار الذي حصل هو سبب رئيسي في حصول ما تتحدثين عنه. أنا أستطيع القول أيضا غلاء المواصلات. نعم. يعني هي حجة دائما. نعم. أي شخص عم يقول أنه نعم. أنا نعم. الموتور بيقضي لي مشوار ويقضي حاجة يعني إحنا ما عم نبرر، ولكن نعم. هو عن جد نعم. أحد نعم. أسباب الحوادث، ولكن أيضا مع نعم. مراعاة أنه لذلك انتشرت موضوع الدراجات النارية وخاصة في أريافنا وأصبح بالآلاف بصراحة. هذه الدراجات طبعا منها لا يحمل لوحات، بالتالي لا يسير بشكل نظامي وقانوني، لكن في النهاية قانون السير يقول أن الدراجة هي عبارة عن مركبة آلية، لذلك ما يطبق على المركبات باختلاف أنواعه يطبق على الدراجة. أحيانا لدينا فكرة خاطئة لدى البعض أن الدراجة يجب أن تسير بلا لوحات، ويجب أن لا يحمل سائق الدراجة إجازة سوق من الفئة ألف، لكن ما يطبق على المركبة بين قوسين السيارة هو يطبق أيضا على الدراجة النارية من لوحات وإجازة سوق خاصة في الدراجة الآلية وتسمى من الفئة ألف، وأيضا يجب أن يرتدي الخوذة ويطبق عليه كل قواعد المرور. ما فرضته الحرب من ظروف صعبة جعلنا فعلا نذهب إلى روح القانون. نعم. فهناك طبعا عوائل كثيرة وأناس كثيرون طبعا بحاجة لأن يتنقلون من ومن ومن، لكن نحن في الفترة الأخيرة شكلت لجان في المحافظات كافة في سبيل طبعا وضع ضوابط معينة لهذه الدراجات، وخاصة في الأرياف أرياف المحافظات. هذه الضوابط تنص على منحها طبعا بلاك معين حتى تعرف الدراجة لمن ولمن، وحتى طبعا تقوم بالحصول على بطاقة أو البنزين حتى تسير هذه الدراجة، لكن هذا لا يبرر أي مخالفة لسائق الدراجة ولا يبرر له أن يتجاوز القانون إطلاقا. نحن نطبق فعلا روح القانون في هذه الظروف. سائق الدراجة أن يكون نظاميا ذو لوحة ويحمل إجازة سوق، وأن لا يتجاوز إشارة ضوئية، وأن لا يمر مرورا ممنوعا، وألا وألا وألا، فيطبق عليه القانون كغيره من المركبات. لكن الظروف التي عشناها ونعيشها ونحن الآن بطريق إن شاء الله التعافي فرضت طبعا بعض الأمور التي لا بد من مراعاتها. نعم أكيد. سيادة العميد، يمكن بما أنه السلامة المرورية هي المحور خلينا نقول الرئيسي، وهي دائما ما يسعى إليه ويهدف إليه كافة أفراد ضباط الأمن الداخلي والمرور، دورات تدريبية قمتوا فيها في هذا المجال وخضع لها أفراد وضباط
بما يخص السلامة المرورية. وكان نحكي عن هيدا الدورات، عن مدة هيدا الدورات وعن القواعد الأساسية التي تم إعطاؤها طبعا في مجال هذا الموضوع. نعم، بصراحة التوعية المرورية هي الأساس. نتكلم عن الحوادث، لكن التوعية المرورية هي الأساس والمصدر الأساسي للحد من الحوادث المرورية، ليس في سوريا فقط بل في كل دول العالم. تستطيعين نشر التوعية والثقافة والإرشاد، ولا تستطيعين في أي دولة من دول العالم أن تشهري رجال مرور على امتداد الشارع أو على امتداد الجغرافي. فلا سوريا ولا أي دولة في العالم قادرة على نشر رجال المرور في أي منفذ ومفرق وساحة. الجغرافي لا يغطيها رجال المرور، الجغرافي تغطى بالثقافة. لذلك الثقافة هي المصدر الأساسي للحد من الحوادث، وهي العامل الرئيسي بالإضافة إلى عوامل أخرى سنأتي على ذكرها إذا سمح الوقت أو في حلقات قادمة. لكن تبقى التوعية والثقافة المرورية هي العنوان والأساس. والتوعية كما قلت لك يعني في التعريف الأكاديمي حسب ما عرفت أنها طبعا جعل كل مستخدمي الطريق سائقين ومشاة على علم طبعا بقواعد وآداب المرور وأنظمة السير، بحيث إذا استخدموا الطريق أو استعملوا استعمال صحيح طبعا نجوا من الحوادث وابتعدوا طبعا عن الخسائر المادية والبشرية. نحن في إدارة المرور طبعا تحت عنوان اللجنة الإعلامية المرورية والتي يرأسها مدير إدارة المرور، وتضم فعلا وهي تجربة طبعا رائدة في سوريا، تضم مختلف وزارات الدولة، الإعلام والنقل والثقافة والتربية وحتى الأوقاف ضمت مؤخرا والصحة ومنظمات الشبيبة والطلائع والاتحاد الوطني، كلها طبعا تجتمع ووضعت خطة ثقافية تربوية توعوية حتى تنشر هذه الخطة على مستوى القطر العربي السوري. طبعا قمنا مؤخرا بإشراك المجتمع الأهلي، وكانت هذه الدورة ناجحة جدا، وهو الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، وهي جمعية أهلية ضمت إلى اللجنة الإعلامية المرورية. وهذه الجمعية عقدنا دورتين منذ فترة طبعا، ضمت نخب المجتمع من دكاترة ومهندسين ومثقفين، وأعطيناهم طبعا فيما يسمى شهادة مدرب للسلامة المرورية، وهم بإذن الله سيكونوا عونا لرجال المرور، وسوف نسخرهم ونتعاون معهم حتى نستطيع إيجاد كادر وفريق تطوعي يستطيع طبعا بالتعاون مع رجال المرور، مع التعليم، مع التربية، مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، مع الشبيبة، نشر هذه الثقافة. وإذا لاحظتي على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هناك حملات حتى في الحسكة عن طريق فروع المرور في المحافظات، حتى في الرقة، حتى في دير الزور وريف دمشق، وهذا الموضوع بإذن الله في طريق إن شاء الله النشر حتى إن شاء نستطيع الله الدخول إلى كل مناحي المجتمع. نعم، وأكيد ما بننسى الدور الإعلام والسوشيال ميديا، يمكن ما ذكرناهن سيادة العميد، لحتى يمكن يكونوا الناس أكثر وعي، لحتى يكونوا يمكن منظمين أكثر بهذا الشيء. خلينا نحكي التوعية المرورية اليوم حتى تدخل إلى بيوتنا، يمكن أغلبنا صار السوشيال ميديا هو المواقع، صحيح. المواقع السوشيال ميديا يمكن بانويات البطرقات هي يلي بتحكي أكثر. اليوم شو هي الخطة لنشر هاي التوعية الإعلامية؟ طبعا هي أهم مصادر التوعية المرورية بصراحة، وهي الأساس في هذه التوعية. لماذا؟ لأنه كما هو الملاحظ هلا نحن بصدد التوعية الإعلامية ونتحدث عن المرور والحوادث و التوعية الإعلامية طبعا تؤدي إلى بناء فكر مجتمعي موحد. السبب في ذلك أنها تصل إلى أفراد المجتمع، وأنتم إعلاميون، تصل إلى أفراد المجتمع بسرعة متناهية وقياسية، وأيضا تنشر على مدار فئات المجتمع وشرائح المجتمع بأشكاله المختلفة. أيضا التوعية الإعلامية لها أثر، تحث المسؤولين وتدفع المسؤولين فعلا إلى التعاطي مع الواقع، إلى التعاطي مع مرفق المرور، مع سلبياته، مع حسناته، وتدفع هذا المسؤول فعلا في اتجاه العمل وفي اتجاه تلافي هذه الأخطاء. التوعية الإعلامية يوجد ممثل باللجنة الإعلامية المرورية، ممثل من وزارة الإعلام، وممثل يجتمع فعلا في اللجنة الإعلامية المرورية. أعطانا الإعلام مؤخرا مشكورا طبعا، ولا يقصر الإعلام في هذا المجال، فإذاعة دمشق ترافق المرفق المروري منذ سنين وسنين طويلة جدا، حتى محطاتنا الوطنية السورية والإخبارية التي نكون لها كل الاحترام، وهذه المحطات الوطنية تواكب المرفق المروري. أعطينا مؤخرا عبر إذاعة دمشق
زاوية مرورية أسبوعية مدتها نصف ساعة، وهذه طبعا يوم الثلاثاء نعم. على مستوى القطر تحاور كل رؤساء الفروع في المحافظات، وتتلقى أيضا تمام. شكاوي الأخوة المواطنين، إضافة الندوات التي تقام بمختلف المحطات نعم. الوطنية. الإعلام ليس مقصرا في هذا الموضوع، بل مشكورا جدا على اهتمامه بهذا المرفق الحضاري. نعم. سيادة العميد هذا واجب، بس خلينا هيك يمكن نستغل الفرصة أن حضرتك اليوم موجود معنا ونحكي على المطبات الموجودة في الشوارع نعم. الحفر والجوار، يمكن لازم يكون في تنسيق وعملية تشبيك بين المرور وبين محافظة دمشق لحل هيدي المشكلة. هي يمكن المطبات أحيانا موضوعة ما نبي مكانها، مطب واحد يكفي، محلق جنوبي عقدة يعني تم الحديث عنها، خمس مطبات هي تؤذي السيارات، تؤذي السائقين، تعرض يمكن أحيانا ما بيكون هيك شايف المطب فبيطلع بينط عليه هيك نط بتقلب أحيانا السيارة، بفوتوا السيارات ببعضهم، وهذه الحوادث عم نشوفها يوميا. بدنا نستغل وجودك معنا اليوم، بدنا نلاقي حل لهذا الموضوع، ويمكن لازم يكون في تنسيق بينكم وبين محافظة دمشق. لا يخص الموضوع يعني فقط محافظ دمشق، نتحدث عن يعني نحن حطيناها لأن المحلق الجنوبي عقدة يعني. نحن كإدارة مرور نتواصل مع كل رؤساء فروع المحافظات تمام. وليس مع دمشق فقط. لكن فيما يخص المتحلق الجنوبي يعني، وكنت قد طبعا صرحت بذلك مؤخرا، هذا العمل طبعا جرى كما تعرفين للحد من الفواصل التي الموجودة على المتحلق يعني. نعم، لكن الآن حسب ما سألنا منذ يومين أن نسبة التنفيذ وصلت على المتحلق الجنوبي إلى 70%، هكذا هم يقولون. أما وضع المطبات على المتحلق الجنوبي، تعرفين أن هذا المتحلق يعتبر أوتسرادا، بالتالي هناك سرعات زائدة. أما موضوع المطب أنه خمس مطبات نعم نعم، أنه عال وأنه يؤدي إلى يعني عطل في السيارة أو يؤدي إلى خراب أو 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 أو، هذا طبعا كما تعلمين وتتكلمين الحقيقة، يجب التنسيق بين كافة الجهات العامة، هذا حفاظا على المال العام وحفاظا على وعلى وعلى صح. يعني أي مطب يوضع، توجد في المحافظة، في كل محافظة يوجد هندس مرور، وفي كل محافظة يوجد رئيس فرع مرور، التنسيق الدائم. أيضا الفرع المرور، فروع المرور يعني تحسيها أنها جزء، فعلا جزء من المحافظة، والمحافظة جزء من فرع المرور، لذلك لابد فعلا من هذا التنسيق هنا وهنا وهناك. أي عمل يقام في الشارع من حفر وتزفيت و يجب أن يتبعه تنسيق، قبله تنسيق وبعده تنسيق، حتى لا نقوم فعلا بالخراب، حتى لا نقوم بعمل و ونهدر ونهدر ونهدر. التنسيق طبعا يجب أن يكون، وأعتقد أنه قائم ولو بشكل طبعا لا يقنعنا أحيانا صحيح، ولكن بدنا نستنى شوي يمكن القادم أحسن. سيادة العميد، قبل ما نختم مع حضرتك اليوم، التواصل مع المواطنين ومشاكل المواطنين ذكرنا من شوي، أكيد مشكورة إذاعة دمشق بإيصال المشاكل وحضرتكم بإيجاد الحلول على الهواء مباشرة، ولكن اليوم أي مواطن بحاجة أو أنه يقدم شكوى، لديه مشكلة، حصل معه أي ظرف طارئ بخص المرور، لوين بيلجأ، وين بيتوجه؟ وخلينا نحكي كيف بتتم مناقشة المواضيع يلي بتخص المرور. طبعا في الشارع تلاحظين لا يوجد تواجد أكثر من رجل المرور، لا يوجد تواجد لأي رجل أكثر من رجل المرور في شوارع مدننا، في شوارع القطر، والحمد لله أي حادث يحدث وأي مفاجأة تطرأ في الشارع يكون رجل المرور طبعا على رأسها. سمي منذ زمن أنه رجل الأمن والأمان، وليس هو فقط الرجل الذي يحمل هذه العصا وهذه الصافرة وهذا دفتر المخالفات، هو رجل أمن وأمان، يجب أن يبلغ عن كل شيء في الشارع، ويجب أن يهتم في كل شيء، يجب أن يلاحق هذا الدشال، ويجب أن يلاحق الذي يسيء، ويجب أن نقدم المساعدة لكل الناس، يجب أن يخبر الجهات المعنية المختصة، رؤساءه، غرفة عملياته. هذا انتشار موجود وملاحظ في كل شوارع الجمهورية العربية السعودية لرجال المرور، يعني يلجأ إليه المواطن في أي قضية، في أي شكوى، وهو طبعا يخبر الجهات المختصة. أما فيما يتعلق بشكاوي المرور، هذا واحد
رجل المرور يخبر غرفة العمليات، يخبر رئيسه عن شكوى في شارع، عن ملاحظة، عن عن عن. نعم. أيضا المواطن تلقى كل الشكاوى في كل فروع المرور في سوريا عن طريق 115، تدرس الشكوى عن طريق مراجعة المواطن للفرع، عن طريق الإذاعة، ويعني أكثر من الموضوع حل على الهواء مباشرة. نعم. من خلال تلقي شكاوي المواطنين في كل المحافظات السورية. يعني جدا هذا الأمر سهل، وجدا هذا الأمر والتواصل سهل مع فروع المرور وضروري. عبر الهواتف وعبر الشارع وعبر التواجد المروري الحقيقي لرجال المرور في شوارعنا. فما على المواطن بصراحة إلا تفعيل ما يسمى بثقافة الشكوى. نعم. يجب هذا التفعيل. أيضا المواطن أحيانا تلاحظينه لا يريد أن يفعل هذا الموضوع، يذهب إلى فرع المرور، خط المز 86 مدرسة كله لا يصل إلى نهاية الخط. لا يجوز أن نعمم في أي مجال وخاصة في موضوع الشكوى. يجب أن نقول أن رقم هذا المكرو لا يصل إلى نهاية الخط. نعم. يجب أن نقول أن السائق الفلاني قد أساء في كذا. نعم. أن السائق الفلاني لم يصل نهاية الخط. نعم. لا نعمم، يجب تفعيل ثقافة الشكوى حتى نكون عونا لرجال. نعم. المرور في سبيل وصول الهدف المشترك. تماما سيادة العميد، يعني حديثنا يطول أكثر وأكيد ناطرينك بحلقات جاية. الثقافة المرورية كثير مهمة، وأكيد نحن متعاونين دائما مع حضرتكم لحتى أمن وسلامة المواطنين. شكرك كثير سيادة العميد جهاد السعدي، مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية. أهلا وسهلا فيك ونهارك سعيد. شكرا، الله يسلمك. شكرا. نورت صباحنا سيادة العميد، السلامة للجميع. بدنا نتمنى إن شاء الله كل يوم عن يوم تخف الحوادث المرورية، دائما بالثقافة والوعي نرتقي نحو الأفضل. نورت صباحنا اليوم سيادة العميد، وأهلا وسهلا فيك.